لمتابعة تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة نذهب إلى شبكة مراسلينا، وينضم إلينا من غزة حازم البنا، من عسقلان مراسلنا فراس لطفي، من القدس مراسلنا نضال كنعنة، من واشنطن جو تابت، ومن الحدود اللبنانية الإسرائيلية مراسلنا سلمان العنداري، ومن تل أبيب موفدنا أشرف سعد. وأبدأ من غزة معك حازم، الغارات مستمرة، كنا تابعنا قبل دقائق أيضا، لا تزال النيران تشتعل من القوارب في ميناء غزة، والوضع الإنساني كارثي. ولمزيد من التدهور، مع تأكيد من وزير الطاقة، لا مياه ولا كهرباء لغزة. نعم كارولينا، في الحقيقة أن الأوضاع في قطاع غزة في كل لحظة تزداد سوء مع عنف هذه الضربات الإسرائيلية التي تطال جميع المناطق. ربما لاحظنا اليوم كثافة هذه الضربات عبر سياسة ما يعرف بالأحزمة النارية في مناطق الشمال الغربي لقطاع غزة، كما رصدنا في الساعات الماضية، وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث والعديد من القذائف تسقط بجوارنا هنا في منطقة أبراج المخابرات، وأيضا غرب مدينة غزة العديد من العمارات السكنية والأبراج ما زالت تقصف وتضرب، والعديد من النازحين يعني يخرجون من هذه المنطقة التي لم يبقى فيها أحد عمليا جراء عنف هذه الضربات. وكما تشاهدين يعني في هذا الفندق الذي أتحدث فيه يحتمل العديد من النزلاء في الطوابق السفلية، وعدد كبير من السكان في أبراج المخابرات كما تسمى هنا في غزة نزحوا إلى هذا الفندق وسط أجواء من الخوف والفزع الشديد. بعضهم أصيب وما زال البعض الآخر في هذا الفندق ينتظر سيارات الإسعاف. هناك رجل وزوجته التقيت بهم قبل قليل، وقد يعني أرسلنا لكم بعض المشاهد الحصرية لهذا الرجل وزوجته الذين ينتظرون عمليا سيارات الإسعاف لتصل إليهم، لكن دون أي جدوى جراء استمرار هذه القذائف. عمليا هذه المناطق التي تضرب بالأحزمة النارية يمنع الجيش الإسرائيلي أي سيارات إسعاف تصل إلى هذه المنطقة لنقل أي من الضحايا، وبالتالي هذا ما يعني يفسر الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا وأيضا المصابين جراء منع وصول سيارات الإسعاف إلى هذه المناطق، ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في مناطق شمال قطاع غزة في أبراج الندى وأبراج العودة والندى أيضا تضرب، ميناء غزة أيضا يضرب. عمليا الجيش الإسرائيلي يحاول أيضا البحث عن أي من القيادات أو المقاتلين من حركة حماس، وأشار اليوم إلى أنه استطاع أن يغتال أو يقصف مسؤول لواء الكوماندوز البحري في كتائب القسام، ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر يفسر مدى تزايد عمليات التسلل من البحر وحرص الجيش الإسرائيلي على أن يضرب هذه الوحدات التي تتسلل من البحر في مقتل ويستهدف قياداتها حتى يمنع عمليا أي مخططات أو أي تواصل مع قيادات مسؤولة. نسمع الآن كارولينا من أبراج المخابرات كان ينقل لنا الصورة، توخى الحزن، هذه الأبراج الذي ذكر لنا بأنه العديد من العائلات تحتمي نسمع. بها نعم تفضل نسمع كارولينا عنف هذه الضربات، وعمليا هذه الضربات يعني الإسرائيلية بهذه الأحزمة النارية تحدث ما يعرف بشفط الهواء. النوافذ عمليا في هذا الفندق ربما لا أستطيع أن أقترب أكثر خارجا مع عنف وخطورة هذه الضربات، ولكن الجميع هنا يخشى على حياته من الخطر مع عنف وقوة هذه الضربات، وأيضا سقوط العديد من الشظايا في هذا المكان. في رسائل سابقة نقلت لكم بعض قطع الشظايا التي تساقطت على سطح هذا الفندق ودخلت أيضا من النوافذ إلى هذا الفندق. هذا لك أن تتخيل كارولينا عنف هذه الضربات ونحن على مسافة أمتار منها، فما بالنا وهذه القذائف تسقط على عائلات بأكملها، تسقط على منازل بأكملها، عائلات كاملة أبيدت عمليا من السجل المدني جراء عنف وقوة هذه الضربات. يحاول الجيش الإسرائيلي مسح هذه المناطق، تسويتها، إبادة عائلات بأكملها، هذا يعني في محاولة منه للضغط أكثر
على الواقع السكاني والمدني في قطاع غزة، حتى يعني ترفع حركة حماس الراية البيضاء ويرفع مقاتلوها الراية البيضاء. ولكن على ما يبدو أن هناك معارك ما زالت تدور، وهناك محاولات متجددة لإطلاق الصواريخ قبل أن نخرج بلحظات. في هذه الرسالة كانت هناك رشقات كبيرة من الصواريخ تضرب في مستوطنات غلاف قطاع غزة من عسقلان وأسدود وغيرها. ربما مراسلين في المناطق الأخرى يفيدون بتفاصيل حول هذا الأمر، ولكن كما شاهدت هذا جزء بسيط من غارات ما زالت مستمرة منذ الأمس، منذ ليلة أمس كارولين، لم تنقطع هذه الغارات عن محيط الشمال الغربي في قطاع غزة، وما زالت تضرب حتى هذه اللحظة. وشاهدنا قبل اللحظات كيف أن هذه الغارات عنيفة. على المستوى الإنساني، القطاع الصحي انهار فعلا، يعني لا نقول أنه على وشك، انهار فعلا بتأكيد من المسؤولين. أعداد الجثث في تزايد مستمر، ثلاجات الموتى لم تعد تحتمل أعداد الضحايا، ليس هناك أدوية ولا وقود ولا مستلزمات طبية، وهناك عملية نداءات للمؤسسات الإغاثية والطبية والخيرية بضرورة تقديم أي مساعدة يمكن أن تساهم في تخفيف هذا العبء والحمل الثقيل على الكادر الطبي في قطاع غزة الذي يعمل بإمكانيات نعم الذي يعمل بإمكان هذا عمليا أحد النوافذ الذي انهار. نعم يعني نعم. لم تبتعد عن هذه النوافذ، يعني سلامتك وسلامة فريق العمل. شكرا لك جزيلا حازم على نقل الصورة من غزة. توفي الحيطة والحذر، يعني مشاهدينا ونحن مباشرة على الهواء مع مراسلنا من غزة حازم البنا الموجود تحديدا في أبراج عائلات كثيرة تحتمي في هذه الأبراج في ظل استمرار وتيرة القصف الإسرائيلي واشتداد وتيرة هذا القصف الإسرائيلي على غزة. هناك أيضا استهداف لمناطق في غلاف غزة، وتستمر هذه الضربات الإسرائيلية على القطاع. وكما ذكر أيضا لنا نعم أنا معك أسمعك حازم، يبدو أنه أحد الواجهات في الفندق الموجود فيه حازم يبدو أنه أيضا تهدم نتيجة هذا القصف. وكان ذكر أيضا حازم بأنه نوعية الصواريخ التي تطلق تسحب الهواء وبالتالي نعم. تؤدي إلى تكسر الزجاج. نعم حازم. نعم كارولينا كما نشاهد، ربما هنا في فناء هذا الفندق أريد أن أريك حجم الشظايا التي تسقط والزجاج الذي ينهار عمليا على كل من يحتمي في الطوابق السفلية هنا في الفندق. عمليا هناك طابق تحت الأرض ولكن ممتلئ بالنزلاء، لا نستطيع عمليا أن نجد لنا مكانا بين هؤلاء. نحن نحرص على أن تبقى الصورة حية ومتواصلة ومنقولة إلى العالم لكي ننقل ما يجري عمليا على الأرض. إذن كما ذكرنا الواقع جدا مأساوي كارولينا، وكنت أتحدث قبل أن أخرج من أمام الكاميرا عن هذا الواقع الصحي المنهار في قطاع غزة. وعمليا هناك يعني كل المؤشرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي رغم كل هذه النداءات بمحاولات خفض التصعيد، إلا أنه هناك دعما دوليا عمليا لهذه الغارات، وليس هناك أي طرف خارجي أو دولي استطاع أن يكبح جماح آلة الحرب الإسرائيلية عن استمرار هذه الضربات التي تطال مناطق عديدة في قطاع غزة. لذلك الفلسطينيون اليوم يواجهون مصيرا مجهولا أمام انقطاع كل الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة من وقود ومن كهرباء. هناك عمليا يعني مناطق وأحياء بأكملها لا تصلها المياه ولا تصلها الكهرباء ولا تصلها خطوط الاتصالات والإنترنت. وما تفعل العائلات عمليا في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة أنها تقسم نفسها إلى أقسام، بمعنى أنه الزوج يأخذ بعض من أبنائه والزوجة تأخذ من بعض من أبنائها، ويقسمون أنفسهم في مناطق مختلفة. نلاحظ هنا بعض المواطنين يخرجون مهروعين من شدة هذه الغارات، يحتمون في أروقة هذا الفندق. وكما كنت أقول تقسم العائلات نفسها إلى أقسام حتى لا يؤدي عنف هذه الضربات إلى استشهاد كامل أفراد العائلة. هذا وضع مأساوي، يعني الجميع له أن يتخيل نفسه مكان هذه العائلات في قطاع غزة التي يعني لا يوجد أي مأوى لها في ظل عنف هذه الضربات. تحاول أيضا الفصائل المسلحة في قطاع غزة إثبات قدرتها.
يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا حازم البنا من غزة الذي كان ينقل لنا الصورة على وقع استمرار وتيرة القصف الإسرائيلي على غزة. أنتقل إلى عسقلان مع مراسلنا فراس لطفي، وأيضا الصورة لديك الآن، كيف تبدو فراس؟ يعني نحن هنا وعلى بعد بضعة كيلومترات ونسمع أصوات الانفجارات تهز هذه المنطقة جراء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، فما بال الحال للذين يسكنون داخل القطاع. بكل الأحوال كما تشاهدين هنا في الصورة، هذه سحابة من الدخان الأبيض يعتقد بأنها حسب مصادر إسرائيلية لقذيفة مضادة للدروع وجهت نحو آلية عسكرية في الجنوب في قاعدة نتيفها عسرة، هذا ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية، إلى جانب كارولينا إطلاق رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات محيط غزة، حيث يعني سقط بعضها على مبان وعلى شوارع، والرشقات قبل دقائق توقفت هناك، ولأول مرة بعد تقريبا هدوء دام 10 ساعات تتعرض عسقلان إلى رشقة صاروخية تحديدا في منطقتها الجنوبية هنا من خلفنا، حيث وجهت رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه هذه الأماكن. حسب النجمة الدهود الحمراء لم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء هذه الرشقات الأخيرة، ولكن في رشقات سابقة وصلت إلى سديروت أصابت 6 مواطنين، 2 منهم وصفت جراحهم بالحرجة جدا أو الميؤوس منها نتيجة لإصابة مبنى أو منزل بشكل مباشر من جراء هذه الرشقات الصاروخية. أبعد الرشقات الصاروخية مدى اليوم سجلت في مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية، وأخرى في بيت شمش غرب مدينة القدس، حيث سقط صاروخ هناك وبلغ عن وقوع إصابتين بجروح طفيفة. الوضع هنا يعني بصراحة متأزم ومحتقن، خاصة وأن الجبهة الداخلية تفيد بأن على الأقل 1 شهر من القتال استعدت له حماس للاستمرار فيه بهذه الوتيرة وهذه الرشقات الثقيلة، وبالتالي هي تناشد بضرورة أن يكون هناك إخلاء، وهي بالفعل قامت كما قال بيان لها سابق بإخلاء 24 عشرات الآلاف من 24 مستوطنة في محيط غلاف غزة، ولكن حتى الآن يوجد هناك الآلاف وهم بحاجة إلى سرعة الاستجابة لإخلائهم. عسقلان هنا هذه المدينة الكبيرة يخرج منها كل يوم العشرات بل المئات يحاولون النزوح إلى جهة الوسط باتجاه تل أبيب وغيرها من المدن، ولكن هناك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية في بطء الاستجابة يعني تفريغ واحتواء هؤلاء، ويقولون بأنهم يمكثون في فنادق ويدفعون من جيبهم الخاص آلاف الشواقل. حتى الآن أعداد المفقودين لا تزال يعني تراوح، يقال هنا بأن هناك حوالي 500 جثة في محيط غلاف غزة يجري التعرف على هوياتهم، هناك أكثر من 700 بين مفقودين يعني يعتقد بأنهم إما أسرى أو مفقودين أو حتى قتلى، إلى جانب 200 أكثر من 270 قتيلا في يعني من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة من جنود وشرطة وشباك وغير ذلك. يعني الوضع هنا حقيقة ليس مريحا أبدا، خاصة وأن الناس هنا يوجهون أسئلة وأسئلة قوية للحكومة الإسرائيلية بضرورة أن يكون هناك استجابات سريعة. فيما يتعلق بموضوع الحشودات العسكرية، نرى الحشودات العسكرية من هنا، يعني هناك عدد كبير من الآليات تحتشد في نقاط عدة على طول الشريط الفاصل ما بين غزة وإسرائيل والذي يمتد لسبعين كيلومتر، مئات الآليات العسكرية حقيقة، وهناك يضخ المزيد منها إلى جانب مئات الآلاف من الجنود. ومن الواضح بأن هذه حكومة الطوارئ الوطنية التي شكلها نتنياهو تسعى إلى الذهاب فعلا إلى معركة واسعة داخل قطاع غزة، وهذه الصورة الوحيدة كما يقولون هنا في إسرائيل التي يمكن
أن تبرد الأجواء وتعيد الثقة للأجهزة الأمنية وتعيد الثقة للحكومة هي دخول الدبابات إلى عمق قطاع غزة. ومن الواضح بأن هذا القصف هو تمهيد لذلك، لهذا السيناريو الأسوأ الذي قد ينتظر القطاع. شكرا لك من عسقلان مراسلنا فراس لطفي. وأنتقل إلى القدس مع مراسلنا نضال كناعنة. نضال، تابعنا قبل بعض الوقت يعني لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نستعرض معك أبرز الأوضاع وأيضا المواقف. نعم، يعني اولا هذا اللقاء المستمر بين الاثنين، الان هنالك لقاء من المفترض ان يجمع ايضا بيني جانس الوزير الجديد الذي انضم الى الحكومه الاسرائيليه وبعض المسؤولين من حزبه مع وزير الخارجيه الامريكي، لكننا سمعنا التصريحات بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجيه مع رئيس الوزراء نتنياهو. هنالك التزام امريكي تام بكل ما تحتاجه اسرائيل سواء على السلاح او الدعم الدبلوماسي أو أي دعم آخر، هذا ناهيك عن التضامن التام بين الولايات المتحدة أو وزير الخارجية مع الحكومة الإسرائيلية. بلينكين قال نحن أتينا إلى هنا لنبقى هنا، لن نذهب إلى أي مكان، هذا قاله عند وصوله إلى المطار في إسرائيل، ونتنياهو شكره على ذلك. إسرائيل بحاجة الآن إلى أي دعم أمريكي يمكن أن يقدم إليها وإلى أي دعم غربي عموما والتفهم إلى ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة. إسرائيل بدأت اليوم حملة سياسية على أو دبلوماسية لإقناع العالم بأن حركة حماس تساوي داعش وأن إسرائيل هي الوطن الغربي المتحضر، المجتمع الغربي والذي تعرض لهجوم من داعش. شهدنا أقوال في هذا الاتجاه من رئيس الدولة الناطق بلسان الجيش الذي تحدث عن العثور على أعلام لداعش في محيط قطاع غزة، والآن رئيس الحكومة يتحدث بنفس اللغة ووزير الخارجية الأمريكي يوافقه على هذا. عموما قبل قليل كان هنالك ربما أول مسؤول إسرائيلي يعترف بالمسؤولية لهذه الحكومة عما جرى في قطاع غزة، وزير التربية والتعليم يوآف كيش قال هذا أو هذه الحرب اندلعت تحت حكومتنا تحت مسؤوليتنا وعلينا أن نتحمل كل هذه المسؤولية. العائلات لديها الكثير من الانتقادات الصعبة للحكومة وعلينا أن نسمع هذه الانتقادات لأننا مسؤولون عنها ويجب أن نفكر مستقبلا. قال نحن فكرنا كل الوقت بالأمور التافهة، انشغلنا بالأمور التافهة، والآن جاءت هذه الحرب لترينا هذه النتائج وترينا ما هو سلم الأولويات الصحيح في إسرائيل. على العموم أيضا ما يجري في قطاع غزة ينعكس أيضا على الضفة الغربية، هنالك يعني عقاب المواطنين في قطاع غزة لا يقتصر فقط على مواطني قطاع غزة، هو يصل أيضا إلى سكان الضفة الغربية. بالأمس كانت حملة اعتقالات واسعة 52 معتقلا، واليوم قتل رجل وابنه في بلدة قصرى بنيران المستوطنين. المستوطنون يشنون الكثير من الهجمات على السكان في الضفة الغربية في الوقت الذي تحاصر فيه قرى ومدن الضفة الغربية، هنالك مدن مغلقة تماما منذ بداية الحرب، لا أحد من سكانها يستطيع الدخول إليها، من هو خارجها لا يستطيع الدخول، من هو داخل هذه المدن لا يستطيع الخروج منها. هذه المدن أغلقت تماما يعني بالصخور بأكوام التراب ولا يمكن التواصل معها حتى، والآن سكان الضفة الغربية يتحمل المسؤولية. هذه ليست المسؤولية الوحيدة أو هذا ليس الثمن الوحيد الذي يدفعونه، نحن كل الوقت نسمع عن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية أو الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية، مثلا المستشار الألماني يتحدث عن قطع هذه المساعدات للسلطة، إضافة إلى ربط السلطة الفلسطينية بما يجري في قطاع غزة والضرر يعني لصورة الشعب الفلسطيني عموما أمام آلة الدعاية الآن. نعم. أمام كل العالم هذا كله يمس بالقضية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تحاول تخفيف الأضرار والتواصل مع كل محيطها العربي من أجل تخفيض الأضرار التي تلحق بالقضية الفلسطينية كما تقول مصادر فلسطينية.
شكرا جزيلا لك من القدس مراسلنا نضال كناعنة. وإلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية انضم إلينا مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، هل لا يزال هناك هدوء حذر على الحدود أم هناك أي تبدلات في المشهد؟ كارولينا، هدوء حذر للغاية منذ الساعة 8:30 من مساء أمس. كل اليوم لم نرصد أي تحركات غير اعتيادية، لم يحدث أي حدث أمني غير اعتيادي هنا على طول الحدود، على طول الشريط الجنوبي. هناك مخاوف بطبيعة الحال من حدوث نزاع، وهذا ما أكده قائد اليونيفيل في تصريحات قبل قليل. قال هناك مخاوف من أن يتحول أي حدث إلى نزاع، وهو مصدر قلق لليونيفيل. قال قائد اليونيفيل أن قوات اليونيفيل زادت من الدوريات، من الأنشطة في على طول الخط الأزرق، وهي تسعى على مدار الساعة إلى ضمان الاستقرار وتجنب أي نزاع قد يحدث في هذه المنطقة. على الصعيد السياسي، بعد نصف ساعة تقريبا ستبدأ الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الأعمال، باجتماع سياسي سيتحدث وسيتناول موضوع الأحداث هنا على الجبهة الجنوبية أو على الحدود الجنوبية. هناك نواب من المعارضة اللبنانية يتحدثون عن ضرورة الحياد، ضرورة عدم إدخال لبنان بأي نزاع أو بأي حرب، جدل كبير أيضا في لبنان. على صعيد آخر، بدأ لافت أيضا بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور لبنان، سيزور بيروت صباح يوم الجمعة، صباح يوم غد. ونشرت أيضا السفارة الإيرانية برنامج عمل الوزير الإيراني، سيلتقي عدد من المسؤولين، وبالتأكيد سيلتقي مسؤولين في الفصائل الفلسطينية وحزب الله. هذا الأمر يؤشر بشكل أو بآخر إلى تطورات سياسية ودور إيران أيضا في ما يجري في الإقليم. قصف مطار دمشق وحلب، أيضا مطاري دمشق وحلب قبل نحو ساعة من قبل القوات الإسرائيلية، أيضا له علاقة بما يدور في المنطقة وكيف سيكون الرد. هناك إذن سباق بين يعني إبقاء الأحداث على حالها، إبقاء قواعد الاشتباك على حالها هنا في الجنوب، أو تطور الأوضاع في حال تطورت الأوضاع أكثر في غزة، مع الحديث عن استعداد إسرائيل لاقتحام غزة، لتوغل بري في غزة، تصعيد إسرائيل العسكري في غزة قد يتطور في لبنان. ونحن أيضا عشية يوم عصيب ربما في لبنان، يوم غد هناك تظاهرات ومسيرات ستكون على طول الخط الأزرق، على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي ربما إلى إشكالات أمنية على طول هذا الحدود. إذن الهدوء حذر، ولكن هناك ترقب شديد. يعني كل الناس أنظارها على الجنوب في لبنان، تنتظر أي حدث أو أي تطور. شكرا جزيلا لك سلمان العنداري من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وإلى تل أبيب معنا مفدنا أشرف سعد. وأيضا أشرف، انقل لنا أجواء تل أبيب اليوم. بالطبع، تل أبيب هي مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفيها عقد بنيامين نتنياهو اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. ولكن أهم الأخبار من تل أبيب تأتي من الجيش الإسرائيلي. أولا، لأول مرة يقر الجيش الإسرائيلي في مؤتمره الصحفي صباح اليوم بأنه كانت لديه بعض المعلومات عن احتمال شن حركة حماس هجوم على إسرائيل، ولكنها كما قال المتحدث لم تكن معلومات واضحة أو حاسمة. وبالتالي ربما هذا ثاني إقرار من الجيش الإسرائيلي أو من الحكومة الإسرائيلية عموما بالمسؤولية عما وقع من هجمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلات أكثر من 220 جنديا إسرائيليا بأنهم قتلوا في العملية في الحرب الدائرة حاليا، كما أنه أبلغ نحو 97 إسرائيليا بأن أبنائهم باتوا مخطوفين أو باتوا في عداد المفقودين حاليا، وأنهم ربما يكونون رهائن أو أسرى في قطاع غزة. على صعيد العمل الحكومي الرسمي، فإن هناك استطلاع للرأي شديد الأهمية أجري بين الإسرائيليين في مختلف المناطق خلال الساعات الماضية. هذا الاستطلاع كشف عن أن 4 من كل 5 من الإسرائيليين يحملون حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن هذا الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي، وكثيرون منهم يعتقدون أن على هذه الحكومة الاستقالة فور انتهاء هذه الحرب.
في باقي أخبار تل أبيب، فإن عدة دول بدأت تنظم رحلات أو تستعد لتنظيم رحلات لإجلاء رعاياها من إسرائيل. الخارجية البريطانية أعلنت أنها ستنظم عدة رحلات تجارية للمواطنين البريطانيين الراغبين في الخروج من إسرائيل وبشكل سريع، وأنها ستمنح الأولوية للبريطانيين الأكثر عرضة للخطر أو الأكثر ربما هشاشة في هذه الأجواء. ودعت الخارجية البريطانية مواطنيها الموجودين هنا إلى أن يغتنموا هذه الفرصة ويسارعوا بالخروج من إسرائيل، خصوصا وأن بريطانيا أصدرت تحذيرا لمواطنيها من التوجه إلى كافة الأراضي الفلسطينية وكافة أنحاء إسرائيل. ربما تكون أجواء تل أبيب هادئة حتى هذه اللحظة، ولكن بالأمس كانت هناك صفارات الإنذار تدوي، وربما أيضا صباح اليوم عندما كانت هناك أنباء عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب. نقطة أخيرة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أشار أيضا إلى أن عدد المرات التي ستطلق فيها الصواريخ ستقل خلال الفترة المقبلة، لأن حركة حماس تعد نفسها على حد تعبيري لحرب طويلة الأمد، وبالتالي فهي تنظم إطلاق الصواريخ ولا تطلق كميات كبيرة من الصواريخ في نفس الوقت في محاولة لتقنين استخدام هذه الصواريخ على حد تعبيري. شكرا جزيلا لك من تل أبيب مفدنا أشرف سعد، وإلى واشنطن مع مراسلنا جو تابت. إذن جو نطلع منك على أي مواقف جديدة من واشنطن في ظل هذه الزيارة أيضا التي يجريها في المنطقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن. طبعا كارولينا، ما جاء على لسان أنتوني بلينكين في الواقع عكس بشكل كبير ما قاله الرئيس جو بايدن قبل يومين حيال توفير كل الدعم العسكري لإسرائيل لمواجهة هذه الحرب ضد الإرهاب وتحديدا ضد حركة حماس. الجديد في الموقف الأمريكي هو أن مسار اتجاه العمليات العسكرية سيحدد مسار الدعم الأمريكي. كلنا يعلم بأن طائرات نقل حملت قذائف لمنظومة القبة الحديدية، هناك مقاتلات حربية أمريكية انتشرت داخل إسرائيل وفي دول محيطة بإسرائيل، هناك حاملات طائرات وصلت وهي من أهم حاملات الطائرات وهي USS فورد. طبعا هذه كانت رسالة بحسب واشنطن موجهة لطهران في حال استدرج حزب الله لتوسيع المعركة. واشنطن تنظر حتى هذه الساعة بمنظار عسكري بحت، هناك فرص للدبلوماسية لكنها ترتكز في هذه اللحظة على كيفية إخراج الرهائن، ربما أيضا تحرير الرهائن، وأيضا هناك كلام غير رسمي حتى هذه الساعة نقرأه في الصحف الأمريكية ومفاده أن ثمت مبادرات إسرائيلية قد توافق عليها الولايات المتحدة بأن يتم إخراج الفلسطينيين في غزة عبر بواخر قد تتجه إلى أمريكا الجنوبية. هذا ما نقرأه في الصحف، لكن لم يصدر أي موقف رسمي حيال هذا الموضوع حتى هذه الساعة. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا جو تابت.